يعطيكم العافية. رح نبلش بسلسلة جديدة واللي هي سلسلة البنى المعطيات والجلسات العملي. جلسات النظر عم بينزلوا سلسلة واحدة. في هالجلسات نحن المحاضرات اللي عم نشرحهم هن مقدمين لنا من مكتبة الكويت، متشكر تعاونهم معنا بحيث أي حدا عنده المحاضرة فيه يتابع معنا خطوة خطوة، واللي ما عنده كمان فيه يتابع معنا، يعني ما هي مشكلة، ما هي مشكلة كبيرة، بس هي شرح للمحاضرة المعطية من المكتبة. فخلينا نبدأ في نبدأ أوكي. بناء المعطيات شو هن؟ بناء المعطيات هن عبارة عن وسيلة مشان أجمع البيانات مع بعض لأنفذ غرض ما أو مهمة ما بتفيدني في مهمة، فليكن أي شيء. يعني حاليا مش حنحكي في المهمات ممكن تفيدنا، بس كان نظرة عامة. فنحن من أنواع البناء المعطيات اللي عندنا إياها واللي أشهرها واللي هي الستاك. الستاك هي عبارة عن عبارة عن مثل ما نشوف هيك، عبارة عن مثلا مثل العلبة، نحن دائما نقدر نضيف عليها من فوق وناخد نضيف ناخد من فوق. فهذه فكرة عامة الستاك. كمثال وين بتطبق هالستاك؟ هي مثلا في بلغة جافا، فشي اسمه في اسمه جافا ستاك، واللي هي بنفذ تعليمات نعطية. فمثلا بنفذ تابع المين، بعدين مثلا بيحفظ متحول، بنفذ تابع تاني، بخلص تابع بشيله وكذا كذا. مش هندخل فيها أكتر من هيك، بس كفكرة عامة لأنه حيشرحه أكتر في المحاضرات اللي بعدها. في عنا غير ستاك مثلا الكيو. الكيو هو مثل الدور، فكمان هنشرح بعده. في عنا مثلا كمان سينجل لينك ليست، وعنا دبل لينك ليست، وعنا الجراف، وعنا أكتر من أفكار، وعنا تري. فكلهم هنشرحه في المحاضرات اللي بعدها، بس كنظرة عامة شو موجود عنا يعني كبداية. نحن في المحاضرة مش هنركز على هدول، هنركز على الأدوات اللي هنستخدمها. الأدوات اللي هنستخدمها مشان نشكل هالبنى المعطيات. إن البنى المعطيات هي عبارة عن طريقة لحفظ البيانات أو بشكل عام، فهو ممكن نطبقها بأي لغة بدنا إياها. ولكن بهالكورس هنستخدم الجافا نحن، هنطبق كل هالحكي على الإكليبس أي دي إي، بحيث إنه هي انه كويسه بس ما اكتر يعني. ف حنطبق نحن لغه جافا وعلى الاكليبس. البرامج كلياتهم الجافا هي جي دي كي بتنزلوها ببساطه، والاكليبس داونلود يعني 100 ميجا بخلص، مش اكتر من هيك. فنحن حنبدا بالاساسيات لغه الجافا اللي عندنا. اذا ما بنعرف نحن الاساس اللغه بدنا نستخدمها او الاداه اللي معنا، فنحن ما بنقدر نتطور اكتر. فنحن اول شيء لازم نعرف الاساسيات مشان نقدر بعدين نربط هالمعلومات اللي عندنا ونشكل فيه البنى المعطيات اللي بدنا اياها. فنحن رح نبدا بالاساس تبع لغه الجافا. هي لغه مبنيه عن طريق على شيء اسمه Object Oriented Programming او OOP. الاو او بي هو بقولنا انه انت حتتعامل مع اوبجكتات او مع اشتقاق من كلاسات. فالاوبجكت يعني اذا نحن عندنا مثلا كلاس عام او صنف عام، فنحن حناخد اغراض منه نتعامل معه. فليكن مثال هالكلاس اللي عندنا، فليكن عندنا كلاس فليكن هي او صنف اللي هو سيارة. فهو انا مش هتعامل مع السيارة بحد ذاتها، انا هتعامل مع اوبجكتات من هالسيارة. فليكن عندي اوبجكت واللي هن مثلا بولو، ميني، بيتل او اي شيء. فهنا هتعامل انا مع هال اوبجكت، مش هتعامل مع الكلاس بحد ذاتها. انا تعاملي مش هون حيكون هون. واللغة هلا رح نشوف يعني مع امثلة رح نشوف كيف هي اصلا مبنية على هالحكي. هنشوف انه كل شيء نحن هنشتق من كلاس وبعدين نتعامل معه، مش هنتعامل بشكل فوري مع الكلاس. هنشتق اوبجكت وبعدين هالاوبجكت هعمل اللي بدي اياه انا، بحيث انه هالاوبجكت بيحتوي على المتحولات والتوابع وكذا اللي بدي اياهم. هنحكي فيهم لبعدين بس كفكرة عامة حاليا. ايه مكمل. مكمل. ففي عنا بلغة جافا بيكون أنواع بيانات كمان. أنواع البيانات شو هن؟ أنواع البيانات هن عندي نيتي أحفظ الـ variables والمتحولات والقيم العائدة من توابع وأي شيء بدي أحفظه. أي شيء نوع بيانات ممكن أحفظه بدي أحفظه. هن نفسهم مثل ما أخذناهم مثل ما أخذتوا مادة الفصل الأول، عفوا السنة الأولى، مدخل الحاسب. فكان في عندنا أنواع متحولات، ولكن هو بتفرق عنا شوي صغيرة. هلا في عنا نوعين من أنواع المتحولات واللي هن
primitive والنون-primitive. البريمتيف واللي هن معروفين او موجودين هن في الـ في الـ في اللغه بحد ذاتها مش في داعي لانيتي اشتق منه اوبجكتات فورا. والنون بريمتيف واللي هن غير موجودين غير معرفين. في عندنا بريمتيف مثلا في عندنا البوليان تشار بايت شورت انت كلهم بنعرف. مثلا البوليان هو على قيمه بوليانيه، تشار هو بيحفظ محارف. ملاحظ كان انتبه ان المحارف هون الكبير بيفرق عن الصغير، محرف الصغير انتبه على التايب كيس تبعهم. الانتجر مثلا في عندنا بايت شورت انتجر مثلا او اللونج، كل واحد بيختلف بالحجم اللي بيقدر بيحفظه. الفلوتنج بوينتس فلوت والدبل بتختلف بالدقة، هدول القيم العشرية وكذا. بس نحن عندنا نون بريمتيف تايبس، مثل عندنا سترينج. السترينج هو عبارة عن كلاس، انا صح هشكل سترينج هاخد من الكلاس شكل اوبجكت من هالكلاس واعطيه القيمة. نحن في عنا شورت كاتس رح الحكي، بس انه هو هيك رح يصير. مثلا المصفوفة، المصفوفة عبارة عن مي نوع موجود او مبني، فهي نوع مضاف عليها. وعندنا اصناف تانية فليكن هنشوفها بعدين. فبعيدا عن الحكي كلياته خلينا ندخل مثلا مثال فليكن نعمل اول شي برنامج الاساسي واللي هو هلو وورد. فنحن قلنا حنستخدم الاكليبس. نحن هون نفتح انا هنزله عندي اكليبس شغله هنطبق هالأمثلة عليه. نسيكم ساوي بروجكت أنا فليكم فايل، نسوي فايل نيو، نسوي بروجكت جديد أو جافا بروجكت. نطلع البروجكت عنا واللي هو مثلا فليكم لاب سيريز سيريز. الباقي كله خلينا نتركهم على حالهم. انا روحت روحت سكرت الشو فيو بروجكت اكسبلورر. هذا الشيء من هون يس. فهذا بيطلع لنا نحن البروجكت اللي ما عنده هالواجهه، بس بيطلع من الويندو شو فيو وفي عنده اكثر من نفسه ممكن نشوفها. فهي الباكج اكسبلورر، عفوا بروجكت اكسبلورر. فنحن بنلاحظ انه عند شكل لي فولدر واللي هو هذا اسمه الباكج، وشكل لي البروجكت الكامل. فالجافا هي بتبدا على مبدا انه عندي انا بروجكت بي كاختصار لبروجكت، بعدين دوت، بعدين بيجي عندنا الباكيج. باكيج تبعيتي باكيج كمان فليكن طيب اوكي بروجكت، بعدين دوت بتجي عندنا، بعدين الباكيج بي سي مثلا في السميه، بعدين هيجي عندنا الكلاس نيم الكلاس. فهي هي حتكون البنية تبعيتها. فنحن عندنا البروجكت وعندنا الباكج وعندنا نحن حتى الكلاس. فنحن هشكل له فايل نيو كلاس وحط له كلاس نيم والباقي نتركه على حاله مش ضروري. فهسميها ستارت او مين كلاس، او لا سميها ستارت بوينت. ستارت ستارت بوينت مسميها ستارت بوينت. والافضل انه اسماء الكلاس دائما يبدو بحرف كبير بحيث نفرقهم عن اسماء متحولات او اسماء توابع او اسماء كذا. فاسماء الكلاسات دائما حيكون بحرف كبير. فهو حشكلنا، هو راح يبنيها. فنحن مشان نشكل كلاس في عنا كلمة مفتاحية واللي هي public. public واللي هو الاكسس موديفاير او مدار رؤية، مجال الرؤية تبعه public. فهو حيشوف كل شيء. في عندنا نحن أربع مجالات هن الـ public، الـ private، والـ protected، والـ default. كلهم مأخوذين من قبل، نعرفهم من قبل. فالـ public class هتكون كلمة مفتاحية، كلمة مفتاحية واللي هي class، بعدين اسم الـ class. فأنا أتعرف class تاني فليكن بقى له public class my other class. فهيك انا بكون عرفت كلاس تانية. ها هو يعطيني خطأ لانه بس لازم يعرف الفولد الكلاس بملف تاني. سويت برايفت فهو ما هيحكي شيء.
انا ممكن استخدمها. بده يعني اعرفها بكلاس تاني بملف تاني، فخلاص مش مشكلة انه هو ممكن اعمل ليه. أبو this public type must be defined in its own file، مش مشكلة. بس هي كفكرة عامة هيك نحن بنشكل الكلاس، لازم يكون شلناها كلياتها. كتبناها نحن من أول، كتبناها public class واللي هي start point، بس ننتبه انه يكون نفس الاسم محطوط على الفولدر على الفايل. فهيك انا شكلت الكلاس تبعي. انا كيف ممكن انفذ هالكلاس؟ هلا نحن في عنا تابع هو المين، فانا تابع المين بما انه هي ما في عنا هي كلاس وحده ممكن تنفذ، ممكن انا احط تابع المين باي كلاس بدي اياه وقال له انت بدا من هون. فهو حيبدا من الفايل او الكلاس اللي فيه تابع المين. فانا تابع المين بدي اعرفه، هو شكله العام هو public static void main، اللي هو هياخد string arg string args واللي هي مصفوفة. هي انتبه حرف كبير ال string، مش هياخد حرف صغير لأنه هي عبارة عن class. فشكل عام هذا هو اللي تابع ال main. فإذا سميناه main entry entry point main entry point، فهي محل ما حيدخل التنفيذ. هلا هو لازم يكون دائما public مشان تقدر توصله الران تايم يوصل له. static يعني بدنا نسخة واحدة منه، void ما بترجع له ولا قيمة، المين هي كلمة محجوزة فمين كبير مش هتزبط، هتكون main لازم تكون حرف صغير، فهذا هو اسمه العام. string args واللي هن هدول نقدر نعطيهم عن طريق الكوماند، فبكون بستدعيهم مثلا بقول my بروجرام وبعطيه هون مثلا كوماند، فهدول هون راح يتعبوا هون. فهدول مش هنستخدمهم نحن حاليا، بس ليكم مشان المعرفة. انا مشان اطبع على شاشة خرج، فانا هستخدم تعليمة اللي هي تكون سيستم دوت اوت، هنشرحها هلا بس نشوف دوت اوت دوت برنت اللي هي فليكم فليكم هالتعليمة نحن حتطبع لنا. هنا نشوف الخارج تبعه بعدين نشرحها كلياتها. فبقول له انا بدأ select resources to save save code كلياته و launch from هاي، لو نتابع ما موجود فيها فهيبدأ التنفيذ فيها. فمشوف انه طبع لي على الخارج hello world. طيب كيف صار هالحكي؟ هلا نحن في عنا السيستم اللي هي عبارة عن class، هي عبارة عن class. اذا كبسنا control كبست عليها، فبنروح نشوف هون بنلاحظ انه هون هي عبارة عن final class، يعني ما بقدر بورث منها او اعمل اي شيء. اللي اسمها system، ففيها تواب فيها هنن مثل objects. اذا بنلاحظ هون نحن استخدمنا object ال out، بنلاحظ انه class object وبعدين استخدمت تواب منه. نحن دائما عم نتعامل مع ال object، انا ما قلت له مثل مثلا C++ وقلنا له console.write، فهو كمان نفس الفكرة ما بتصير. بس هلا هون نحن عم نتعامل مع object بشكل عام. فان الاوت هي عباره عن غرض واللي هي من مكتبه البرنت ستريم، عفوا من كلاس البرنت ستريم. هي موجوده ببروجكت جافا الباكج اي او جوات البرنت ستريم، واللي هو شكلنا تابع او اوبجكت اسمه اوت. جوا هالاوبجكت نقدر ندخله، ما بقدر رحت لهون. فهو ملاحظ انه هون من هي، هلا هاي هي هي الكلاس هي برنت ستريم. هدول مبنى فيهم هلا حكي، بس بنلاحظ انه في تابع لازم يكون اسمه برنت. في عندنا برنت ستريم، في عندنا اكثر من توابع، يعني توابع كثيره، مش حيكون في تابع هو اسمه برنت، فمش حتطلع عليه حالي. او كوني نحن بيطلع لنا هون في عندنا توابع، فبنلاحظ انه في تابع هو برنت. فنحن هيك نفذنا، هيك رح ننفذ كل التوابع تبعنا المستقبليه. فنحن هيك نفذنا اول برنامج تبعنا واللي هو يطبع كلمه هالو وورد على الشاشه، نكون انجزنا اول برنامج. تاني اكزامبل، اكزامبل تاني هو انا بدي اشكل كلاس، ولكن هي فيها كلاس نقطه، كلاس تعبر عن نقطه، وبدي احط لها شيء اسمه getters and setters رح نشرحهم هلا.
وبدي اشكل اوبجكت منه واشوف كيف بتعامل معه. فنحن مشان نشكل كلاس انه رح نضيف نيو كلاس، مثلا نيو فايل كلاس، وحطيه اسمه واللي هي بوينت. فبتشكل عندنا كلاس البوينت. هلا نحن كل كلاس هي بتحتوي عن على شغلتين، او على شغلتين، واللي هن عبارة عن البروبرتيز تبعونها، يعني صفاتها، واضافة للميثودز. فهن عنا، فليكن خلينا نكتبون هون احسن. هن عنا هون بروبرتيز، وعنا ميثودز. بروبرتيز اللي هن بيعطوني شو الصفات لهالكلاس او لهالصنف، شو هي صفاته. فنحن مثلا في حالة البوينت، فانا هخليهم كلهم برايفت، بدنا نخليهم كلهم برايفت، مبنى المستخدم يوصلهم بسهولة. مثلا بركي عنا عبارة عن، هلا بشوف ليش. فنحن هكون برايفت محدد الوصول تبعهم. فليكن شو في عنا انواع، شو النقطة، شو بتعبر، بتعبر عن عن تحولين، اللي هن النقطة الاكس واللي هي اكس والواي. اكس او برايفت انت واي، اللي هن عبارة عن متحولين، اول واحد اسمه اكس وثاني واحد واي. فليكن مثلا سمينا اكس بوينت، سمينا واي بوينت، عشان بس هيك احلى. اوكي. فنحن عبارة عن متحولين، هن بيعبروا عن نقطة. فانا اي نقطة بتحتوي على اكسات وواي. طيب انا كيف بدي احط قيم لهالمتحولات؟ انا ممكن اول شيء اعرفهم public، ممكن اعمل هيك، ممكن اقول لهم public، اعمل public. اوكي، عرفتوا انا اثنيناتهم public. وانا كيف بدي اشتق غرض من point؟ هتكون بهالشكل، بكون مثلا اقول له point اسم الكلاس يساوي اسم point، بعدين اسم المتحول point مثلا object يساوي new point. وانا هيك بكون شكلت غرض منه. فبطلع انا هون point، وبلاقي الكلاس كبست عليها راح ياخذني لهون الحكي كذا. فانا هي شكلت هذا الغرض الاوبجكت تبعنا. هلا انا البوينت اوبجكت كيف ممكن احط له قيم؟ ممكن اقول له بوينت اوبجكت دوت. كيف بدي اوصل للقيم؟ عن طريق اعمل دوت. الدوت هو اللي بخليني ادخل على المتحولات جوا الكلاس، مثل ما هون عملنا دوت، عامل دوت هون خلاني اوصل للبرنت، لتابع برنت. هون عامل دوت خلاني اوصل، فهم لاحظوا عامل دوت خلاني اوصل لجوا المتحولات جوا الكلاس، وبعدين دوت تاني وصلني للتوابع جوا هالأوبجكت. فهو عامل دوت هو راح يخلينا نوصل لكل شيء جوا الكلاس، حيث هو لازم يكون public. إذا ما كان public ما بقدر بوصل له. فأنا هون راح تكون عندي x point يساوي الواي 2 مثلا، و point object dot y point، ما بعرف ليش ما عم بكمل هدول، يساوي الاثنين. فأنا هيك أنا صغير، فأنا هيك أعطيت قيم لهال object. فانا كيف اذا بدي اطبعه مثلا، هقول له مثلا system.out.print فليكن point object x يساوي y يساوي كنا بنستخدم شيء اسمه printf، لأن هنا هيكون هذا، هيكون هذا. اوكي، print f يعني تاب، او print format، print format، واللي هو بسمح لنا نعمل هالحركة. paste، اقدر اعمل هيك صفر، احط هون هدول اسمهم holders او place holders، هيتعبوا من القيم اللي انا حاطيهم هون. هتكون اسمها point object dot، جيب لي قيمة ال، بدي قيمة ال x point و point object dot y point اذا عرفت اكتب. فانا البرنت اف انه هو بس حيخليني اقدر احط هدول، واللي هن مثلا موقع صفر حياخد ال،
الموقع صفر حياخذ القيمة الأولى، الموقع واحد حياخذ القيمة الثانية، وهكذا حسب ما بدنا نعبيه. فأنا إذا عملت له رن للبرنامج فهلاحظ إنه ما أنا خربطت شوي بس رح أغير اللغة. فالمهم حيكون مثلا percentage s، واللي هي تعني إنه في عندك هون string، أنت هون بدك تطبع لي كمان string، أو بدك تطبع لي يعني دي هيزبط، لأنه هن شو معرفين هن عبارة عن integers، فالديسيمال أو هذا حتزبط. فأنا هنشوف إنه هون عبالي محلهم اللي هن اتنين. فأنا قلت له بس هذا، إنه هالقيمة خدها من أول وحدة، وهالقيمة خدها من تاني وحدة، وهدول مثلا في عنا ليكون عنا مثلا اس هي للسترينج، ومثلا هاي بظن دي كانت للديسيمال، و مش عارف اكتب صح ديسيمال. اوكي هذا هم دي للانتجر ليكون شو ما كان. سوري. وفي عندك كمان أكثر من وحدة، بس هدول بشكل عام أساسيين، فيك تطلع عليهم أكثر. بس اعملوا سيرش على برنت اف على جوجل وهيعطيكم كل شيء ليست تكون إياها. فأنا بلاحظ هون إنه القيم اللي أعطيتها إياها هون عباهم. طيب أنا هون أنا ما بدي مستخدم يقدر يعدي عليهم فورا، أنا بدي مستخدم عن طريقي يقدر يوصل له. فأنا أول شيء رح أسويهم برايفت، فأنا سويتهم لبرايفت. فأنا بلاحظ شو صار عندي هون، لاحظ إنه هون قال لي the point feed is not visible، ما هو شايفه هون، ما قدران يشوف هالتحولات. فنحن هذا المطلوب، فانا كيف خليه يغيرون؟ فانا اساوي توابع اسمه getters و setters، فهن اللي بحط بجيبوا لي القيمه بحطوا لي القيمه. فليكن اساوي تابع setter لل point x و y، فليكن اقول له public void مثلا set x، set x point، واللي هن بدي اقول له انت مثلا value، وهقول له this يعني عم بقول له انه انت this عم بتقول له على هال الاوبجكت اللي انت عم تتعامل معه. يعني فليكن اي اوبجكت انا عم بتعامل معه هيكون هو this، يعني هيكون هو العنصر اللي انا عم بغير قيمته. هلا مش هنشوف this dot x point يساوي value، وحط نفسه للواي اللي هو this dot y point. ممكن تقول هون كيف بقدر بوصل عن طريق عامل دوت، هي لانيتي انا جوا الكلاس، انا جوا الكلاس بقدر بوصل اي شيء بدي اياه، برا الكلاس ما بقدر. فانا هون جوا الكلاس، فملاحظ ان هدول تابعين حيحطوا لي القيم. ومثلا اذا عملت له توابع getter، اذا كان هدول set x value set y value get x value و get y value، هي هتكون public. النوع اللي حيكون معطي، النوع رح نرجعه يمكن عم رف تابع، فانه النوع رح النوع اللي رح نرجعه هيكون هو، فانه هو هيكون نوع القيمة اللي نحن حافظينها، فهو حالتها هيكون int اللي هي get x point، هي ما رح ياخذ ولا بارامتر لانه بس بدي ياخذ يرجع القيمه، وهو رح يرجع لي return this dot x point x point، ونفس الحكي رح يكون لل y return this dot y point. اوكي هي y هتكون. فانا هدول توابع هن getter و setters بكل بساطه، انه هي بس تابع مشان احط له قيمه، تابع مشان اجيب القيمه. فاذا رحنا على المين كلاس تبعنا، فنلاحظ انه هون اعطانا اخطاء. فانا كيف بدي احلهم؟ بقول لهم لا، هون ترو على السيت اكس بوينت، وانا رح اعطيه قيمة 2 تحطها، وراح احل لهم مثلا سيت واي بوينت اللي هي هعطيه قيمة 2 كمان. هون كيف حجيب القيم؟ هقول له جيت اكس بوينت الكنترول، كيف عم ياخد بس عم بكبس عليهم هون كنترول سبيس، وهي يعطيني كل شيء جوا الكلاس، او هي جيت واي بوينت. ملاحظة لهون لازم كله يكون حل. ليش هون صعب يعطيني؟ انت الساعة الان مش ليه.
فبلاحظ هون انه كلهم حل، فاذا نفذتها هيعطيني نفس الشيء. غيرت القيم هون 3 بي 12 اوكي، هيغيرون هون. نشوف انه نحن عن طريق هالتوابع قدرنا نوصل لقيم جوا البوينت. فهدول توابع الجيترز والسيترز. نحن ممكن هون نعمل اي شروط، فليكن اذا بدي اذا الفاليو هي ستساوي الصفر، بدي اياها لا بدي احط لي this dot point x point، او بدي اياها مثلا يتبع انه يتبع انه مثلا ما بصير تحط القيمة الصفر. print line print ln here value can not be zero. انا حاطيه قيمة من عندي. اذا في هالحالة صارت لا اي هون انا بعد ما اطبع له حاطيه انا قيمة من عندي، واللي هي فليت تكون واحد او شو من كان، او بس هيك توضيح. فمثلا اذا هلا هون رجعنا واعطيته قيمة اكس صفر، هنلاحظ شو راح يصير. فقلت راح طبع لي value cannot be zero، لأنه هو وين راح لهون نفذ شاف إذا ساوي صفر، أم راح طبع قيمة إنه ما بصير يساوي صفر وكمل بالباقي وأعطاها قيمة واحد، لأنه نحن قلنا له حط قيمة واحد. فهذا هو بكون المثال التاني تبعنا، واللي هو النقطة هون. فنحن عدصنا الـ getters و setters وشفنا كيف عم تعمل مع البيانات. كمثال أخير، والمحاضرة اللي بعدها هندخل كيف عم بدي بنى المعطيات بحد ذاتهم. كمثال اخير مشان نكون دربنا على الكلاسات، فهو انا بدي انشئ كلاس ستودنت المطلوب مني، بيحتوي على الاي دي تبعه بالاضافه لاسمه بالاضافه لعمره بالاضافه لعلاماته، وبدي توابع وصول لالون تابع جيترز وسيترز لالون، وبدي تابع يحسب المعدل تبعه وجرب كل هالحكي كلاس عندي. فنحن هناخده لقمة لقمة، في ما رح يتاكل لقمة كبيرة، رح يتاكل لقمة لقمة صغيرة. فعندي أول شي قال لي تابع كلاس ستودنت، فأنا كيف رح أشكل الكلاس؟ فهلو نيو، أنا بدي ما يشكل ما يشكل أوكي. فهلو فيار نيو، واللي هي كلاس حتكون هسميها هي ستودنت حسب المطلوب عندي. هلو أوكي، فأنا شكل لي كلاس ستودنت. هلا أنا خلصت أول وحدة create student class، عملت له create. بدي اخليه يحتوي على قيم الاي دي والنيم والايج والماركس، هدول هن عبارة عن properties او صفات الكلاس. فهن شو هن هيكونوا؟ هيكونوا بحالة اذا سوينا بحالة واللي هن ها اللي هن بسم properties، واللي هن هتكون سوري ستي بريتيز اوكي ليش صح. فهون انه شو هن شو هن الصفات تبعنا، هن الاي دي والنيم والايج والماركس. نحن بتحفظ له هالقيم، بتحفظ له على الاي دي تبعه. فليكن في حالتنا هو حيكون انت، ممكن نحطه في اي شيء، ممكن يكون جيو اي دي، ممكن يكون سترينج، ممكن يكون اي شيء. فنحن حنعتمده نيتو انت، سوري برايفت انت، واللي هي اي دي فليكن. وبعدين بدي احفظ له اسمه كمان، واللي هو string عبارة هلا اذا شفت private، بس لعرف اكتب private اذا قلت له string هيك قلت له name. فهو هون في الحالة حيقول لي انه في خطأ، لانه ما في شيء اسمه string هيك، في شيء اسمه class من object، عم بشتغل من class string object. وبدي اعرف كمان واللي هو عمره، واللي هو int age، وبدي اعرف تابع كمان واخر صفة واللي هي علاماته. علاماته حيكونوا بمصفوفة، وتعريف المصفوفة بكون بهالطريقة، بكون برايفت يعني دائما التعريف هذا حيكون اكسس موديفاير. طبعا هيك كله موجود بالمحاضرة، كيف كنوتس او كملاحظات كلها موجودة في المحاضرة المكتبة تبعت الكوميت. فهتكون مثلا هقول له نوع المصفوفة، اقول له انت، بفتح له قوسين وبقول له الاسم تبعه ستكون ماركس. فأنا هيك عرفت الصفات اللي بدي اياهم. نحن بكون هيك خلصنا أول طلب.
قلت له هذا، قال لي شو بدك، قلت له احفظ لي الاي دي والنيم وكذا فسطه. هلا بده يتابع وصول لهالقيم، فانا بكل سهوله بقول له public، هلا مثلا تابع وصول getters و setters، حسابي مثلا setter للاي دي، فهو ما راح يرجع ولا قيمه، هي مثلا تكون set اي دي، وهياخد قيمه. نحن القيمه هون نعطيها لازم تكون نفس نوع القيمه اللي بدي احطها. فانا شو هي القيمه راح تكون int، حط انا هون int، فليكن هون value. وانا شو هقول له، هقول له this عشان اوصل الاوبجكت اللي عم بشتغل فيه الاي دي، قال له يساوي value. ونفس الحكي ممكن اعمله copy paste لاربع مرات. فهنا احط له الاي دي، وبدي احط له النيم. النيم انا النيم شو قيمته هون، بطلع شو القيمه المعطيه، شو القيمه عندي اياها هون، بحطها كبارامتر string value اللي هي راح تكون this dot name، هياخد قيمه الفاليو، بطلع اللي بعدها واللي هي الايدج اللي هي set age، هي هتكون كمان انت، بس قال له حط لي في الايج هالقيمه. اوكي انا ما اعرفها صحيح، اوكي ايج. واخر واحده هي للماركس، مثلا set ماركس واللي هي هتكون مصفوفه. انا كيف بعمل كيف بعطي مصفوفه بارامتر، بس بقول له حطيه قوسين تبع مصفوفه، بقول له بتحطها هاي، بتحطها بالماركس او بالماركس، فهو هياخد شو ما اجا ويحطه بتحول ماركس. فملاحظ انه هذا هو هاي السيترز تبعونا كجيترز. نكتب كمان تابع واحد ننسخه مره ثانيه public getters، حسبتها تكون هون، بس انا بدي اجيب قيمة int، فحتكون قيمة معادلة هي int، مسميها get id، ما راح احط ولا شيء لانه بس بدي اياه يرجع لي قيمة. انا بدي return this dot id id id. اوكي، وهالحركة بدنا ننفذها كمان اربع مرات، واللي هي هتكون من الاسم هو قيمته string، فقال له رجع لي قيمة string، رجع لي اسمه فليكن get name، هو ده رجع لي قيمة الاسم. ال age هي int، قال له بس رجع لي ال age عمره. وال marks هي عبارة عن مصفوفة، هتكون ل this dot marks. هتكون هاي تابع ال getter، هاي تابع ال setters، هاي تابع ال getters تبعونا. فبنكون نحن حققنا اللي بدنا اياه لهلا، حققنا هالطلب الثاني. الطلب الثالث هو يعمل لي تابع بحسب لي متوسط حساب لعلاماته اذا كان موجود. فانا هشكل تابع، هلو مثلا public، التوابع لازم يكون public عشان اذا بدي استدعيها من برا لازم تكون modifier تبعه او الاكسس modifier تبعه هو public. القيمة المعادلة هن متوسط حسابي، يعني ممكن احطه مثلا double لانه ممكن يكون فيها فواصل، او مسميه مثلا get average، وبرجع قيمة الافريج تبعه. اوكي، هلا كيف بدنا نحسب متوسط حسابي؟ شو قلنا هي متوسط حسابي هو مجموع العلامات على طوله، طول العدد العلامات الموجودة عنده. فانا اول شيء مشان بدي اجيب طول كم او كم علامة عندنا نحن، لانه هون نحن ما بنعرف كم علامة. انا بقول له في عندك علامات بس ما قلت له شو حجمها. فانا مشان اجيب حجم المصفوفة، فلو مثلا فليكن مارك، اوكي نرجع، فليكن زدت له مثلا ماركس كاونت من عدد العلامات، فليكن هي مصفوفة الماركس. لا المصفوفة ان هي عبارة كمان عن اوبجكت من كلاس الاري. اذا رحنا لهون فنحن هتكون هي عبارة عن كلاس اسمها اري. سوف يكون array، مش هشوفها هون. اوكي، فهي هي الماركس هي عبارة عن array او مصفوفة. فجوا المصفوفة في عندي توابع، في عندي اكتر من تابع موجودين. فملاحظ انه في عندي جوا هالتوابع قيمة او متحول اسمه length، لانه قيمة المصفوفة هي ما بتتغير مع جريان البرنامج، هي حتكون قيمة ثابتة وقت انت بتشكلها. المصفوفة ما بتصير قيمتها، هي ستاتيك او عدد العناصر تبعونا. فعدد العناصر تبعونا بنلاحظ انه هن عبارة عن متحول وليس
تابع، هي عبارة عن متحول. طبعا بفرض عن متحولات اني رح احط لهم بها القوسين واعمل بدي اياه، بس هي عبارة عن قيمة متحول. فانا هي قلت له جيب لي حجم هالمصفوفة او عدد العناصر جوا هالمصفوفة. فانا قلت له احفظ لي اياهم في هالمتحول get array size، بعدين بدي اشوف اذا عندي اذا هالمصفوفة فيها شيء ولا لا. الماركس count ماركس count count هن اكبر من الصفر، هن فانا عندي عناصر ممكن ما يكون عندي ولا عنصر، ممكن يكون عندي شيء عناصر ممكن يكون ما عندي ولا عنصر. فاذا الماركس عددهم هن اكبر من الصفر فانا احرف متحول هو sum واللي هو مجموع العلامات، لازم دائما هي ابدا بالصفر وبعدين امشي على كل علامة بعلامة. انا امشي حلقة for for int i ابداها من الصفر، بعدين i هي count اوكي هي اصغر او اصغر من ماركس ماركس count او اي زائد زائد. نحن حطيناه هون، بس انا حطيت حجم المصفوفة هون مشان ما استخدمه مرتين، طالع يعني احطها هون مرة وبعدين احطها هون مرة، بس لا خلص صار عندي القيمة وصرت بقدر استخدمها وين ما بدي. فانا قلت له بدي قيمة حلقات تبدأ من الصفر على كل المصفوفة، فانا الحجم حجم معهم هتكون هي سم هي زائد يساوي الماركس للعلامات، اجيب لي اجمع لي قيمة العلامة الموجودة في الموقع اي، لان هي الاي عبد هي اتريتر او هي عم تمشي على كل العناصر، فانا اجمع لي العلامة الموجودة في الموقع اي. ممكن اكتبها هيك او ممكن اكتبها كمان this dot marks، كمان بصير اثنيناتهم حيوصلوا لنفس الهدف اللي بدنا اياه، بس this بس مش كمستقبلا اذا واحد اشتغل فممكن this هي تدله انه هي جوا الكلاس وهي شي قيم برا الكلاس. ف ك good يعني كمستوى كتابة جيد. فأنا هو عم بجمع القيم وبعدين أنا الـ average شو قلنا هو مجموع على عددهم. مثلا هون إذا طبعت له القيمة system dot out dot print print line واللي هي مثلا the average is عفوا the sum is sum is print line واللي هي او لما تخلي ولا اخذ او ما تخليها هون، لا عشان خليه التابع ينفذ عن شغله واحده بس، هو عم بجمع الافرج تبعه. هو اخر شيء حيرجع لي return ان المجموع تبعهم على عددهم marks count. وانا هون حنساوي وحده منهم دبل لانه بدي يرجع لي قيمة دبل، او بضربه بصفر فاصل واحد واحد فاصل صفر بس مشان يرجع لي قيمة دبل. مثلا اذا ما هذا تركناها انتجر حنشوف شو بصير وبعدين شوف شو هذا. فليكن اذا نحن عدد العلامات مو اكبر يعني هو ما في علامات فراح تن ناقص واحد، او ممكن نعمل شغلة تانية واللي هي اني باخذ هي بساوي اوبجكت نرجع لي غرض، لان هنا بالاخير كل شيء اغراض عم رجع، حتى هدول شوف ما اعطاني خطأ لان هن ناقص واحد عبارة عن انتجر وهي غرض من كلاس انتجر، وهدول كلياتهم عبارة عن اغراض. انا بقدر بقول له مثلا return null null واللي هي بتدل على ولا شيء، انه return ولا شيء ما في شيء تساويه. فانا هذا بكون تابع تبع الافرج تبعي. فملاحظ انه احنا تابعنا اخر وحدة، ومشان اجرب الكلاس تبعيتي فانا فيني جربها بالمين واللي هي نحن سميناها هون start point. احذف هالحكي كله اوكي. فانا لجربها فانا رح اشتق غرض من الكلاس student فقال له public او ما بده public كمان بصير public بصير لا كمان student واللي هي مثلا s1 يساوي new student student اوكي. انا بكون هي اشتقيت غرض student، فانا بكون هيك اشتقيت غرض من كلاس ستودنت. اذا بس خليت الماوس عليه شوي هي ما دام قال لي بس اسم الكلاس فهو موجود نفس الباكيج اللي هي لانه شفنا هون هذا شعار الباكيج. فانا اذا رحت لهون رح يعطيني الكلاس تبعيتي. فنمشي هون انا بدي اعطيه قيم لهالطالب مثلا فليكن دوت سيت نيم واللي هو
مثلا محمد student name اسمه، او مثلا بدي احط له set ID تبعيته اللي هي عبارة عن واحد هو، وبدي اقول له مثلا set العمر تبعه اللي هو 23، وبدي اعطيه كمان علامات اللي هن s1.marks setmarks، عفوا set marks اللي هي عبارة عن مصفوفة هتكون بالطريقة التالية 1 2 3 4 5. شو مكان او كانت نيو، طب اوكي هنعطيها انت كذا واللي هي عندنا تبعنا 1 2 3، او انت 1 2 3، او نسوي لها مصفوفة تانية وهي انت نيو انت. ليش ما بياخذ هيك؟ لازم ياخذ على فكرة الري، فأنا ممكن أعطيه إياها بالطريقة، بس عمليا لازم ياخذها بهالشكل، يكون إذا عملت له هيك. كيف العلامات؟ ما في طريقة مباشرة نبعث العلامات، فهو راح نسميها هون student marks، اللي هي شكلت object يعني شكل مصفوفة وابعت له المصفوفة، اللي هي مصفوفة علامات الطالب اللي يكون 60 كويسة 70 و60. اوكي فهي تكون العلامات، فانا مشان اطبع اي شي بدي اياه، فانا او بدي اجيب قيمة هتكون اطبع كلياتهم سيستم دوت اوت دوت برنت لاين دوت برنت اف عفوا. هون كمان اعطاني خطأ لانه ما في شيء اسمه سيستم، هيك في شيء اسمه سيستم حرف كبير. دوت برنت اف هياخد ال مثلا student name ليه بس هاي هذول العلامات الحقيقية الشغلة الوحيدة صح هون. فهتكون هيك، هتكون percentage s واللي هي اسمه، هيكون اسمي حتى اعطيه اس واحد دوت get name دوت get name، فانا هجيب على الاسم واطبعه وهاخد وهنزل سطر، هنزل سطر بالاخير backslash n وهي هتطبع باقي المعلومات واللي هن هلا اول هذا نكون اي دي اللي هي get id get name و get شو كان اسمه كمان age دوت get marks دوت get marks. اوكي فاذا هيك عملنا هيك 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 name نرى age و marks. هلا هي هون انا شو حيطبعها بعدين نشوف شو بعد شغلت هون طبع لي، مش بدي اطبع لي هالحكي انا اذا مثل هيك مثلا هني اعطاني خطأ فليكن مشيت على العلامات كلياتهم فور سوينا مصفوفة مشان امشي على العلامات اي اي از اكبر
من s1.getMarks.getMarks وهي رجالي مصفوفة، وأنا هجيب بدي الطول تبعها، وبعدين i زائد زائد مش أصغر مش أكبر أصغر عفوا i يساوي صفر أكبر. راح أستدعي مرة تانية مش مشكلة كتير. هتكون المارك ستودنت مارك هتكون هون بس تي، وهون بس تي هتكون العلامة رقم اي هي اي زائد واحد لاني تبدا من صفر. هجيب العلامة موجودة، هجيب العلامة تبعنا فار ماركس ايكوالز تو ذا ماركس مو فار هجيب العلامات حط باوند هذا له ماركس الاي وهيك لازم يشتغل. فهلا اذا شغلنا هنشوف انه طبع لي هون لا اوت كونسول فطبع لي انه الاي دي تبعه كذا، الاسم كذا، العمر كذا، وبعدين مشي في الحلقه طبع لي انه العلامه الاولى هي كذا، العلامه الثانيه هي كذا، العلامه الثالثه هي كذا. هذا بالاخير بدي اياه يطبع لي الافريج اللي هن حط له هيك انا سيستم دوت برينت دوت افريج اللي هي تكون مش بدي اول واحد، وهيكون هي الاس واحد دوت اس واحد دوت جيت افريج جيت افريج. فاذا شغلنا هلا فهو يطبع لي انه معدلي 63. فهذا هون بكون استعملناه. بس اذا هون انا ما اعطيته العلامات ليكون وين العلامات تبعت فيه هون قلت له هون قلت له هون او لا بس بس حط لهم كومنت فانا هون ما اعطيته العلامات وشغلت ممكن يعطيني اعطاني خطا قال لي start point of main كذا كذا null point exception. يعني انت انا هون عم بستخدم الكلاس او المصفوفه وهي بتشير على ولا شيء. فهون اذا بس هي تبعتها قبل بعدين هدول بس باون شغلت لا عفوا هي كمان هون هيك non pointer exception get average student yes هون حيعطيني هون مش عم بقدر بوصل له اذا مشينا فيه قمت له debug عفوا هذيك. فهو هون عم بيعطي المشكلة. إذا طبعنا عبارة بس system dot out dot print line ليكون in average in average فهو حيطبع هون وبعدها هيطلع هون ك exception out average مسافة ليكون. فنلاحظ إنه هو طبع هون المشكلة هون عم بتصير إنه نحن الماركس هي عبارة عن مصفوفة غير مهيئة يعني ما يعطيها شيء فهي بتشير على ولا شيء من هون مثل هي هون بتشير على ولا شيء. فبالعادة هو لازم المصفوفة تتهيأ من البداية أو هون نعمل try catch واللي هي رح ناخده بعدين. فهون مصفوفة غير مهيئة فهي مشان هيك بيعطيني المشكلة. فكفكرة عامة هاي هي الهدف من المثال احنا نكون نفذناه. احنا اذا رجعنا مثل ما حطيناه كنا اعطينا العلامات واعطينا كل شيء فهو اشتغل نظامي وطبع لنا كل المعلومات اللي بدي اياها. نحن بكون هيك حققنا المثال تبعنا، جربنا كل شيء وساويناه. هاي نهاية الجلسة الأولى. هي كانت كفكرة عامة عن كل شيء عن جافا أو عن كيف نبني الكلاسات وأمثلة عنها. باللي بعدها حندخل بالستاك
وكيف نشكل الستاك، كيف نشكل الكيو، كيف نشكل باقي الافكار. حيكونوا اسرع من هاي، لانه هي بس كنا عم نحاول نشرح الافكار البدائيه. اللي بعدها حيكون فورا، يعني حيكون بس شرح المبدا وتطبيقه. يعني كمان رجع متشكر مكتبة الكوميت اللي هي عم تعطينا المحاضرات وعتمدنا اياهم، وهي جروب الفيسبوك حاطه بلينك تحت الفيديو، اذا حدا حب يدخل لهونيك. عم ينزلوا كل شيء ابديتس لالون، او كل شيء محاضرات نزلوها، كل شيء مواد بدعموها هن بحطوها هونيك. ويعطيكم العافية.